هنا في بريطانيا قال وزير الخارجية دومينيك راب إن أولوية الحكومة ستكون لفتح المدارس، لكنه حذر من أنه من السابق لأوانه التأكد ما سيكون ممكنا، لأن المزيد من البيانات ستأتي خلال الأسبوع، طبعا خلال الأسبوع المقبل. قال راب أيضا من الصواب تماما أنه حتى تتغير القواعد الحالية هناك حاجة إلى الامتثال الكامل بالتعليمات. ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن خططها المستقبلية في 22 من الشهر الجاري. معنا عبر خدمة سكايب من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي. مرحبا بك عصام. أهم ما جاء في حديث راب يعني بما لم يذكر هنا، وخاصة ما قيل أن هناك خارطة للطريق أو خارطة طريق للخروج من الإغلاق سيعلن عنها لاحقا، هل تسرب أي شيء عن هذه الخارطة؟ لم يشأ دومينيك راب خلال لقائه مع بي بي سي في الكشف عن تفاصيل خارطة الطريق أو فحوى الرسالة التي سيكشف عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في 22 من الشهر الجاري، والتي وصفت بأنها خارطة الطريق حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المستقبل لتخفيف الإغلاق الحالي نظرا للانخفاض الكبير في عدد الإصابات والوفيات اليومية، مقابل ذلك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح. كشف نديم زهاوي وزير التطعيمات البريطاني قبل قليل أن الرقم وصل إلى 15 مليون مواطن حصلوا على اللقاح منذ بدء عملية التطعيم في 8 من شهر كانون أول ديسمبر المقبل، وهو الهدف الذي حددته الحكومة من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس، خاصة من الفئات التي تصنف بأنها أكثر عرضة للإصابة من غيرها. الحكومة البريطانية تشيد بهذا الإنجاز الذي حققت، لكنها في الوقت نفسه تلتزم الحذر حيال رفع الإجراءات رغم الضغوط التي تتعرض لها من قبل أعضاء في حزب المحافظين. هناك جناح في حزب المحافظين يضغط بقوة على الحكومة من أجل تحديد موعد لرفع الإغلاق أو تخفيف القيود المفروضة حاليا، لكن الحكومة تتوخى الحذر نظرا لأنها تقول أنها تستشير الجهات العلمية والطبية التي هي يعني تقرر متى يمكن تخفيف وما هي المناطق التي يمكن تخفيف الإجراءات فيها. نحن نعلم أنه منذ يوم الاثنين أي منذ غدا يكون هناك إجراءات جديدة للواصلين إلى المملكة المتحدة، خاصة بعد تحديد ما يسمى بالقائمة الحمراء التي تضم 33 دولة. هؤلاء يتعين عليهم الحجر الصحي في فنادق في قرب المطارات، وعليهم دفع تكلفة الإقامة في هذه الفنادق وتكلفة الفحص قبل أن يسمح لهم بدخول البلاد. إذن كل هذه التطورات تأتي قبل أيام من الموعد الذي حددته الحكومة لبوريس جونسون للكشف عن خطته خارطة الطريق التي توضح المعالم المستقبلية، لكن المؤكد حتى الآن أن الحكومة مصممة على إعادة فتح المدارس في 8 من شهر آذار مارس المقبل، لكنها لم تكشف أي من هذه المدارس سيتم فتحها في المرحلة الأولى. عبر خدمة سكايب من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، شكرا لك.